بالظبط زي ما العنوان موضح امام حضرتك، ولا في افوره ولا غيره، وتقدر حضرتك تراجع وسائل الانباء العالميه والعربيه وقناه الجزيره كمان، وحتى قناه العربيه وسكاي نيوز الداعمتين لاسرائيل تقدر تراجعهم. كمين محكم لاكثر من 60 عسكري وضابط اسرائيلي، كمين محكم. انا بكلمك عن 60 عسكري وضابط اسرائيلي، ومش هجيب لك بقى الاليات والدبابات والجرافات واللي حصل ليهم علشان عددهم كتير، لكن خلينا في 60 عسكري وضابط اسرائيلي في كمين واحد، في لقطة واحدة، في مشهد واحد، 60 عسكري وجندي اسرائيلي ركبوا السبنسة. لو حسبت بقى داخل الكمين المحكم الاليات والدبابات والجرافات والليلة دي كلها، فاحنا هنعدي الستين. بس معلش خلينا في الستين وفي الكمين المحكم اللي اتعمل في جحر الديك، في منطقة جحر الديك. ولما نتكلم عن منطقة جحر الديك يبقى معلش لازم نرسم القصة صح. لو حضرتك شفتها على الخريطة المنطقة دي فين، يبقى دي حكاية كبيرة ولازم نحكيها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله. هنرجع للخبر اللي مكتوب بيه العنوان على اليوتيوب، واللي حضراتكم شفناه في البريفيو اللي احنا قدمناه مع بعض، لكن انا بكلمك عن جحر الديك. الكمين المحكم اتعمل في منطقة جحر الديك، وده شيء لو تعلمونه عظيم والله العظيم. ازاي بقى؟ اقول لحضرتك، ارجوك اعمل صفر عداد لكل المشاهد اللي شفتها من يوم 27 اكتوبر بداية التوغل البري، واكتب على جوجل ماب او استطلع وسائل الاعلام العبرية او العربية وسكاي نيوز، او استطلع وسائل الاعلام العالمية او حتى قناة الجزيرة، هتلاقي ان اول الاماكن اللي حدث فيها التوغل البري يوم 27 اكتوبر كان منطقة جحر الديك. يعني اهو من 27 اكتوبر والنهاردة احنا 3 ديسمبر، نتكلم في شهر وست ايام، شهر وعشر ايام، قول زي ما تقول. لكن لما تتكلم عن هذه المنطقة ان هي اول منطقة يحصل فيها توغل بري، وبعد 50 يوم او 40 يوم او 36 يوم، ايا كانت المدة، انا بحسب لك 36 يوم ايه دخول بري غير الطيران والليلة دي كلها، وما عملتش فيها السيطرة الكاملة لدرجة ان يتعمل في الكمين يروح من عندك فيها 60 عسكري وجندي، يبقى انت في البلاله، يبقى انت في البلاله. قصه بقى الخبر ده ايه؟ انا في البدايه اهو قلت لك جحر الديك دي منطقه موجوده في ناحيه الوسط من قطاع غزه، من الناحيه الشرقيه، يعني ناحيه الوسط من الناحيه الشرقيه مع السياج الاخضر من الناحيه الرخوه، المنطقه الرخوه اللي احنا قلنا الرخوه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي المنطقه الزراعيه، بالتقاطع او بالقرب من ايه؟ من شارع صلاح الدين. لو حضرتك شفت الكلام ده على الخريطة هتلاقيه مع وحسبته مع الأخبار اللي بدأت من يوم 27 أكتوبر مع الدخول البري، هتعرف إن منطقة جحر الديك دي من أوائل المناطق اللي دخلتها الآليات العسكرية الإسرائيلية، وتمركزت فيها بقوة مجموعة كبيرة من الدبابات وعتاد كبير جدا من الجيش، بل إن بعض الأخبار قالت لواء جيش، لواء كامل تمركز في هذه المنطقة لمدة طويلة، ثم بعد 36 يوم من التمركز يتعمل فيهم الكمين النهاردة. والخبر اللي هنتناوله مع بعض، احنا شفنا المنطقة ومكانها، ويلا نشوف بقى ايه تفاصيل الخبر. تفاصيل الخبر بدأت بتاعت الكمين النهاردة، تفاصيل الخبر بتاعته لازم نرجع قبل ساعات قليلة من الهدنة، قبل ساعات قليلة من الهدنة. الجيش الإسرائيلي لو تشوفوا في بعض الفيديوهات، أكيد حضراتكم شفتوها، لبعض المواطنين في غزة قالوا لك في دبابات بتتحرك، دبابات مش عارف إيه، دي كانت حركة من الجيش الإسرائيلي علشان يعمل تمركز قوة في نقاط قريبة من ناحية مدينة أو منطقة جحر الديك، اللي هم المجموعة العسكرية. أم الضباط والجنود الإسرائيليين عملوا إيه؟ عملوا خيم. والله إحنا بنعمل خيم، والله هنجيب مشاوي، اتكية، والله إحنا مسيطرنا، وهم سيطروا على أنفسهم. أيوة والله، أنت على فكرة المصريين عارفين يعني إيه سيطروا على أنفسهم، وتقدروا المصريين يشرحوا للإخوة العرب يعني واحد سيطر على نفسه. فهم قال لك إحنا سيطرنا وسيطرنا على أنفسنا والدنيا اتس فاني نو بروبلم والكلام ده كله، وعملوا خيم، خيم حرفيًا، وجابوا بقى وفحم والحوارات دي كلها ومشاوي. تمام؟
وبقى واستمرت الهدنه، وبعد منها انتهت الهدنه. النهارده في منطقه جحر الديك دي خلاص هم بقى مسيطرين، والدبابات موجوده والمدرعات موجوده والاليات موجوده والطيران الدرون موجود. المنطقه دي تعتبر من اولى اماكن التمركز، فاحنا ما فيش عندنا يعني دونت ووري، هنقلق من ايه؟ ما فيش قلق خالص، صح؟ تمام. فالمجموعه دي النهارده بدات تتحرك بالخيام بتاعتها، بدات تتحرك في التوغل ناحيه المدينه. واول ما اتحركت كان مفروض عليهم سياج. سياج ايه بقى؟ شبك وكده؟ لا، سياج من العبوات، عبوات تحت الارض، عبوات عبوات عبوات. الستين عسكري بضابط بالياتهم ببابا غنوجهم بكل ليله بتاعتهم بيتحركوا، اشتغلت العبوات كل سنه وانت طيب على الستين كلهم بالكامل. علشان كده نتنياهو النهارده لما طلع شوفوا وشه قد ايه كان مخبون، شوفوا وزير الدفاع الاسرائيلي النهارده قد ايه كان مخبون. هما النهارده المتحدث العسكري الاسرائيلي اللي هو مش افغاي اللي اسمه دانيال الثاني ده، النهارده خارج يقول لك ايه؟ قال لك احنا هي الناس اللي في القطاع المقاومه متقدمين علينا في معرفتهم بالمدن. وده يا جماعه اللي قلناه، شئت ام ابيت ارجوك انزع عن نفسك نزعه الوطنيه ونزعه حبك للرجاله وارض الرجاله، حطها على جنب. لكن يا جماعه عسكريا على مدار التاريخ، على مدار التاريخ انت لا تستطيع لو جيش نظامي انك تحارب او تقف امام جماعات، لان الجماعات اللي معاها مسلحه وكده دي جماعات غير نظاميه. يعني ايه غير نظاميه؟ الخطط بتاعتها مش خطط عسكريه، لم تدرس. في الاخر الخطط العسكريه لما تتابع مثلا الجنرالات او المحللين العسكريين هتلاقي ان الخطط العسكريه مع بعض الخطط كده انت تعرف تستنبط الجيش ده بيعمل ايه، الجيش ده بيسوي ازاي، الجيش ده بيعمل ايه. انما انت بتحارب ناس اولا هم تعاملهم غير نظامي، ثانيا هم مدينه تحت الارض هيطلع لك في الوقت اللي هو عايزه من المكان اللي هو عايزه ويعمل فيك اللقطه اللي هي عايزة. ففكره الناس اللي قاعده تروج من قناه العربيه وسكاي نيوز ويقول لك خلاص سيطروا على الشمال ودلوقتي شغالين في الجنوب، شمالا او جنوب هم مش شغالين غير في المدنيين، وانك تشتغل على المدني ده لا يعد ادنى 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 درجات الانتصار ابدا في اي شيء. فبقول لك سيطروا على الجنوب، سيطروا على الشمال. طب يا باشا انت بتتكلم عن غزه في مدينه اخرى تحتها، يعني سيبك من المدينه اللي فوق، سيبك من البيوت والمباني اللي فوق، في مدينه اخرى تحتها. ثم انك انت الهدف المنشود لنتنياهو انك هندخل ونخلص ونعمل، كان على مين؟ على الناس اللي معاهم السلاح، اللي معاهم العتاد. ما عملتش فيهم حاجه، انت ما عملتش فيهم حاجه. انت بعد الفتره الزمنيه دي كلها انت يعني نتنياهو محطوط عليك. شوفوا القناه ال 13 العبريه النهارده متكلمه ازاي، وشوفوا صحيفه ارتس الاسرائيليه، شوفوا صحيفه تايمز اوف اسرائيل يا جماعه اللي هي اصلا داعمه لنتنياهو، اللي هي اصلا تبع حزب الليكود، اللي هي داعمه اصلا لنتنياهو. شوفوا النهارده الصحيفه دي بتقول ايه؟ بتقول لك احنا النهارده اللي احنا كل اللي عملناه في ال 50 يوم احنا دخلنا في نفق مش عارفين نخرج منه. احنا دخلنا في نفق مش قادرين نخرج منه، ودرجات النجاح بتاعتنا العسكريه لا تعد شيء، احنا ما حققناش حتى الان ادنى درجات النجاح. ولما اكلمك عن الكمين اللي اتعمل في منطقه جحر الديك، هذا الكمين لا علاقه له بالكمين الثاني اللي اتعمل في النفق اللي طلع نفق مزيف، والقوه الاسرائيليه دخلت النفق وما خرجتش منه، امجدت قوه اسناد وقوه دعم ليهم فما خرجوش هما كمان. نفس اللي حصل في جحر الديك، جمله ال 60 عسكري بضابط قوه اسناد اترد عليهم بالبنادق والرشاشات، الحاجات اللي هو الاسلحه الخفيفه والكلام ده كله، منهم اللي سقط ومنهم اللي ايه خرج حته منه هنا وحته منه هنا ومتنطور منه اجزاء هنا وهنا وهنا. فيبقى الخبر او الخبرين او المشهدين الاساسيين يا جماعه، الاول بتاع جحر الديك 60 عسكري وضابط، الخبر الثاني بتاع الكمين. وسلمنا على كل الناس اللي بقى ايه المنهزمه والمنبطحه واللي يقول لك عملوا ليه كده في نفسهم يوم 7 اكتوبر؟ عملوا ليه كده؟ حبيب قلب مامتك مفيش بلد في الكون عايز تخرج المحتل من ارضك بتخرجه بالورد. فكك بقى من قصه عبد الناصر وهو الذي حرر مصر من الانجليز،
لا وحياة ابوك اقرا تاريخ بنص جنيه هتعرف كده كده اصلا الانجليز كانوا ماشيين بعد تفكك الامبراطوريه البريطانيه وكانوا رايحين على بريطانيا اصلا بسبب اللي بيحصل في بريطانيا، هم اصلا ما كانوش قادرين يتحملوا بعد الحرب العالميه الثانيه، فكده كده كده كانوا ماشيين اصلا. اسمع عبد الناصر قال لك والله العظيم لو واخد لقطه زي اللقطه بتاعت تاميم قناه السويس اللي هي كده 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 اصلا كان بعد سنتين هينتهي التاميم اصلا، هينتهي الختم اللي كانوا موقعينه ايام الملك الخديوي اسماعيل وكان هينتهي التاميم. فعبد الناصر قال لك والله انا واخد لقطه، اخد اللقطه جه العدوان الثلاثي على مصر علشان يعمل اللقطه بالظبط كده. فايها المنبطح بقى اللي بتايد العسكر او اللي بتايد الملكيه والغطره واللعقان، خليك في الانبطاح اللي انت فيه، تابع احمد موسى لو في مصر، تابع قناه العربيه لو في لو في السعوديه، تابع قناه سكاي نيوز لو في الامارات، وسيب الرجاله لارض الرجاله. سلام عليكم.